Welcome everyone. This video will be about critical theories. Today's one is structuralism. The content is the following. What is structuralism? What is Ferdinand de Saussure's approach of meaning? What do structuralists do? And at the end, we'll see an example applied on the story Clay by James Joyce. So, what is structuralism? Structuralism is an intellectual movement which began in France in the 1950s and is first seen in the work of the anthropologist Claude Lévi-Strauss and the literary critic Roland Barthes. Its essence is the belief that things cannot be understood in isolation. They have to be seen in the context of the larger structure they are part of. البنيوية هي حركة فكرية ظهرت في فرنسا في الخمسينيات القرن الماضي، وكان الظهور الأول ديالها في العمل ديال الأنثروبولوجيست كلود ليفي-ستراوس. الأنثروبولوجيا هو علم كيهتم بدراسة الكائن البشري والأصول ديال الإنسان والتصرفات ديالو والثقافة ديالو واللغة ديالو، وكذلك التغيرات اللي كتطرى على هاد الشيء كامل مع تغير الزمن والمكان. الجوهر ديال هاد structuralism ولا البنيوية قائم على أن الأشياء ما كتفهمهاش في عزلة، كيخصها تكون جزء من سياق معين باش تفهمها. هاد الشيء اللي غنشوفو مع فيرديناند دي سوسيور. سوسيور was a key figure in the development of modern approaches to language study. In the 19th century, linguistic scholars have mainly been interested in historical aspects of language. هذا عالم لغوي دي سوسيور، عالم سويسري اللي كان مهتم بالجوانب التاريخية للغة. غادي نشوفوا المقاربة ديالو وشنو قال بخصوص اللغة. دي سوسيور's approach of meaning. Firstly, he emphasized that the meanings we give to words are purely arbitrary and that these meanings are maintained by convention only. أولا قال أن المعنى اللي كنعطيوه لأي كلمة هو اعتباطي، بحيث ما كاينش شي علاقة بين الدال والمدلول اللي هما signifier و signified. نعطي مثال هنايا. مثلا كلمة شجرة هي signifier، الكلمة بنفسها والحروف والنطق ديال الكلمة هو signifier، بينما signified هو الصورة اللي كتكون في العقل ديالنا ديال ديك الشجرة على أرض الواقع. وما كاين شي سبب اللي كيخلينا نسميو الشجرة بهذا الاسم ما عدا أن الناس اتفقوا أنهم يسميوها هكاك. هذا هو المعنى ديال أن meaning is arbitrary. Secondly, Saussure emphasized that the meanings of words are relational. هنا كيقول أن المعاني ديال الكلمات مترابطة فيما بينها، وكنفهموا الكلمة غير لأنها ماشي هي الأخرى. بحالاش هنا عطانا مثال ديال hovel, shed, hut, house, mansion, palace. هادو كلهم أسماء ديال المساكن، ولكن كنفهموا أن هاد الأماكن مختلفة عن بعضها باختلاف الكلمة اللي تعطت لها. فاحنا مثلا كنعرفوا أن الكوخ كوخ لأنه فقط ماشي منزل وماشي قصر، وكنعرفوا أن المنزل منزل لأنه ماشي قصر وماشي كوخ، وكذلك كنعرفوا قصر لأنه ماشي منزل وماشي كوخ. هادشي اللي كيقصد لنا القول ديالو بأن meanings of words are relational، مترابطين فيما بيناتهم. كنفهموا الكلمة لأنها ماشي هي الكلمة الأخرى، ما هي ماشي العكس ديالها، إنما بضادها تعرف الأشياء. Thirdly, for Saussure, language constitutes our world. It doesn't just record it or label it. هنا دي سوسيور قال لنا أن اللغة هي اللي كتشكل الواقع ديالنا، ماشي غير كتسجلو. يعني اللغة ماشي كنستعملوها غير باش نوثقوا الأحداث، وإنما هي باش كنبنيو العالم ديالنا. دابا غادي ندوزو للنقاد البنيويين شنو كيديروا باش يطبقوا هذا النوع ديال النقد. The thesis
of the structuralists is that narrative structures are founded upon underlying paired opposites or dyads, so that contrasts are the skeletal structure on which all narratives are fleshed out. الأطروحة ديال البنيويين كتجلى في أن البنية السردية ديال النصوص كتكون مبنية على التناقضات والثنائيات. هذا الشيء علاش كيركزوا، ولكن باش يبينوا وحدة النص والتناسق ديالو ماشي العكس. هنا غنطبقوا هذا النوع ديال النقد على القصة ديال كلاي اللي فيها التناقض اللي باين، وهو أن ماريا تم الوصف ديالها من جهة على أنها سيدة طيبة محبوبة ضحوكية صانعة سلام، ولكن في المقابل كتلقاها كتوصف على أنها جد قصيرة وذات ملامح مضحكة نوعا ما واللي هي ديال ساحرة. هو في الحقيقة كاين بزاف ديال التناقضات في القصة ديال كلي، بحال التذكر والنسيان. ماريا في بعض المواقف كتذكر مثلا أنها فاش كانت الوقت اللي وقفت قدام المرآة كتذكر فاش كانت صغيرة داك اللبس ديالها كيفاش كانت كتلبس، وتذكرت أنها كاينة الحفلة ديال الهيلوين اللي استعدت لها، وتذكرت أنها خصها تاخد البلان كيك وكل شيء هادشي، ولكن في نفس الوقت كتنسى حوايج اخرين اللي هي داك البلان كيك من اللي كاع شراتو راه نساتو عاوتاني تما في الترام. وكاين مثال اخر، تم الوصف ديالها بصانعة سلام لكنها ما قدرتش تصالح جو مع ألفي. ولكن في المثال اللي عندنا هنايا ركزت غير على واحد الجانب ولا واحد، ما ركزتش على كل شيء حيت الفقره ما تقدرش تغطي فيها جميع الاحداث. التحليل راه واضحه في البدايه، الا تعطاك شي مقتطف كتنسبو للقصه ديالو وتهضر على الكاتب، واحد الملخص كذلك كيكون صغير حتى هو في جمله او جملتين عاد كدوز باش تربطها بالنظريه اللي عندك. بحال هنا structuralism اللي عندنا واللي بالدور ديالها كتعرفها بشكل مبسط، وكتشير الأهم شخص مرتبط بهذا النظرية اللي هو دي سوسيور هنا، ومن بعد كتدوز باش تحلل المقطع اللي عندك. أنا هنا هضرت على القصة بشكل عام بني على تناقض في شكل معماري، وفي الأخير كتبين كيفاش كان تأثير ديال هذه النظرية على هذه القصة واللي ساهم في وحدة النص وإعطاء معنى ونكهة خاصة للقصة. نقرأ هذا الشيء اللي كتبنا. This passage is an excerpt from the short story titled Clay by the Irish writer James Joyce. It was published in 1914 and is about a maid and married woman called Maria who runs a pulpy life. The story can be criticized using structuralism, which is an intellectual movement that emerged in France in 1950s. Ferdinand de Saussure, a key figure of the movement, emphasized that the meanings of words are arbitrary, relational, and constitutive. Back to our story, it is clear that it has a binary structure made up of two contrasting halves. On one hand, Maria is described as accurate, well-kept, peacemaker, all the time, Nancy L. and loved by everyone. On the other hand, her facial features are for a witch and she is very, very small as indicated in the story. In brief, the story is based on many contrasts that complete each other to create meaning within the story. هنا عندنا المراجع اللي اهتمناهم اللي beginning theory وكلي by جدا مكان. Thanks for watching and good luck.